عربيات زي البني أدمين مع بعض ليهم حكايات، وولاد نكتة وجدعان وكمان خفة دم وحركات، يشربوا بنزين 95 يلعبوا يدوها خمسات زي الشربات، وخصوصا بقى وش سلندر بالذات. دي حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. عربية تسلم بعجلها وتتكلم من الكبوت، وموتورها جديد وما بيهموش جامد في حديد بيفوت، وش سلندر حب شهندة ومقضيها معاكسات، عايز ياخد منها رقمها ويا مدالها جلاكسات. دي حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. حتة عربية بنت جنية واصبر شوية صالونها مريح، عربية شقية حلوة لعبية بتحب تجري تسابق الريح. كتير اللي سمعنا صممنا عدمنا طري، والعداد كمان مش مكفينا. مش مكفيكو يا نصابين، امال احنا نعمل ايه؟ خلاص انا بجد عايز اسيب الناس والبشر دول واعيش لوحدي هنا كعربية في المدينة بتاعتنا دي. ما ينفعش يا سلندر، احنا عربيات اتصنعنا علشان نخدم البشر بالظبط زي ما هم خدمونا وصنعونا، العلاقات طردية يعني. طردية؟ ازاي يعني؟ يعني تمشي كده فتمشي كده. ايوة تمشي كده وتيجي كده. ايوة زي يعني. يعني انت عارف لو حصل اللي بتقول عليه ده ايه اللي هيحصل؟ الناس هتصحى في يوم الصبح تلاقي عربيات البلد كلها مش موجودة، وساعتها تطلع اشاعات وتكتر الخناقات والناس تخون في بعض والجرائم البشرية تكتر. وتخيل بقى ايه اللي ممكن يحصل. هذا وقد اختفت جميع السيارات بجميع الماركات صباح اليوم من البلاد، ونوهب السادة المواطنون الشرفاء من يعثر على أي سيارة أن يقوم بالإبلاغ عنها فورا، تجنبا لأعمال البلطجة التي قد تحدث جراء هذه الجريمة الغامضة. والعمل إيه يا نون؟ في حاجة غريبة بتحصل في البلد. وطبعا مرمر هي الوحيدة اللي هتبقى عارفة مكاننا، وساعتها ممكن تجيلنا هي وباباها ومامتها بأي طريقة. Thank you.
العربيات تتفضح، وساعتها هيحصل برضو جريمة وخناقات علينا، والناس تاكل في بعضيها بسببنا. يا نهار بنزين. لا وعلى ايه؟ احنا مكتوب علينا الشقة، نتعب مع الناس الصبح في بلدهم ونيجي نتعب في بلدنا بالليل. بصراحة احنا واقعين مع ناس طيبين قوي، ملهمش لا في التخييش ولا الغرز ولا اكل المطبات، بس هم عيبهم الوحيد زيهم زي كل البشر اللي ما بياخدوش بالهم لا من الزيت ولا المية ولا البنزين، وساعات كتير نبقى ماشيين معاهم شهر بحال وما يفكروش يغسلونا. يعني يا حتة فوطة انت بتتحداني؟ فكرني مش هعرف مكان المدينة. انت صحيح لازق امريكاني زي البلد اللي مستوردينك منها. ما تغلطش، ما تنساش اننا من معدن واحد بس المصنع مختلف. انت عشان تقفيل برا وانا تقفيل محلي، هتشوف نفسك عليا وتسوق عليا. فوطة مالك؟ ايه ده؟ التاكسي الروش ده قريبك ولا ايه؟ يا عم نور كشفاتك وخلي عندك نظر، ايش جاب لي جاب؟ انا ترابنتينا كبير العربيات، وده سلندر ودي شهندا. ايه يا ترابنتينا؟ ما تنساش الفور باي فور والجنود سبور. احنا نعمل مجلس الحكماء ونشوف ايه المشكلة. عربيات مدينتنا المتحدة انضم إلينا النهاردة عربية جديدة من طراز الأجرة الجديد، وهو التاكسي بونديرا. مميزات كتيرة وعديدة، يمتاز بلونه الأبيض وسرعته الفائقة، اسطوانة غاز، عداد ديجيتال، سنتر لوك، اير كونديشن. أنا فرحان قوي أني أخيراً قدرت أوصل لمدينة العربيات. أنا حكون تحت أمركو كلكو، على الأقل حتكونوا أرحم عليا من السواق بتاعي. ممكن بونديرا يقول لنا إيه هي مشكلة السواق بالظبط؟ أنا كوبلين. أهلاً كوبلين، واضح أنك تقفيل برة زي. المهم السواق بتاعي شاب غريب جدا، مزاجه دايما يتكلم في الموبايل بتاعه وهو سايق، ومعلي صوت الراديو على الاخر وسرعته برضه على الاخر، برغم اني بديله تنبيه السرعه 100 بس ولا بيسال ولا بيعبر، وكل زبايننا بيشتمونا. احنا التاكسيات الجديده لما سمعتنا بسبب سواقنا بقت عامله زي حته الحديده. مالنا احنا تاكسيات الابيض في اسود، معصلين وبتوع شغل وبنمشي في الصخرة وعايشين كده متهانين دايما ومهكعين، بس معصلين برضو. مش ناقصنا بس غير عداد وشوية سمكرة ودوكو. لو سمحت عربيات، مش هي دي مدينة العربيات المتحدة؟ انا نسيت اعرفكم بنفسي، انا فاتورة تاكسي اصفر مستورد، وعندي مشكلة مع البني ادمين اللي مش بيحبوني نهائي. وده مين الثلاث خمسات ده كمان يا سلندر؟ دي حاجة موضة قديمة يا حبيبتي، ظهر بعديها الافتر شيف دلوقتي. أنا سلندر فابريكا من جوا وكمان من برا، مطر وعفشة كله تمام، فور باي فور وشنوت سبور، لو في الأجانس هتبع أوام، أقل نور لأي عربية تضب وتوقع كده في ثانية، أقل نور لأي عربية تضب وتوقع كده في ثانية، ولما أكل كس بحنية ألاقيها تدي. ¡Gracias!
إنما شاهين ده تعبت مطوري لونها وشكلها دول جننوني إنما شاهين ده تعبت مطوري لونها وشكلها دول جننوني ده أنا خلصت عليها نوري وخلص كويني